اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وفي افضل الاحوال، وعواشركم بروكه، تدخل عليكم بالصحه والعافيه، وباش ما تمنيتوا يا ربي انتما وجميع افراد الاسره ديالكم. وكيف ما كتشوفوا اليوم جبت للمشاهدين ديالي 4 ديال المقبلات من المطبخ الشرقي اللي حتى هو ما شاء الله غني عن التعريف، وانا من الناس اللي كيعشقوا المطبخ الشرقي بطبيعة الحال من بعد المطبخ المغربي. 4 المقبلات عبارة عن تبولة وحمص ومتبل وورق العنب. غادي نشاهدوا طريقة التحضير عبر الفيديوهات الآتية، كنتمنى تتبعوا معايا حتى الآخر وخليكم معايا. وباش ما نطولش معاكم غادي ندوزوا لأول فيديو اللي هو ورق العنب، وخليكم مع المقادير. أول وصفة غادي نبداو بها هي ورق العنب. هادو هما المقادير ديالنا. عندي ورق العنب، أنا خديته هكا جاهز من السوبر ماركت، كتلقايه في المحلات هكا واجد، يعني ديجا مسلوق. عندي الرز بعد ما خليته تقريبا ساعة في الماء ومن بعد غسلته وصفيته. عندي تقريبا ربطة ديال المعدنوس مقطعة رقيقة. عندي مطيشة كبيرة تا هي محيدة لها البذرة ومقطعة رقيقة، البصلة، وعندي التومة صينة. عندي زيت الزيتون، دبس الرمان، البزار، الملحة، 7 بهارات. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف 7 بهارات مناش كتكون. عندي النعناع يابس، واخيرا ضمات البنة، كنور ديال اللحم، وعندي القرفة. وخليكم معايا باش غنشوفوا الطريقة. انا هنايا خديت مقيلة ودرت فيها شويه ديال زيت الزيتون باش غنشحر فيها البصيله ديالي هي الاولى. كيف ما كتشوفوا عندي تقريبا هنايا كيف ما قلت تقريبا بصله صغيره، غادي نشحروها مزيان حتى ترجع ذهبيه. من بعد عاد باش غادي نزيدوا عليها الرز. الرز كيف قلت لكم ملي غسلته بالماء مزيان وحيت منه النشا ديالو. انا هنايا استعملت الرز المصري، كيف ما كتشوفوا ضفت نصف الضامه ديال البنه اللي كانت عندي، ضفت غير النصف ديالها، والنصف ديالها الثاني غادي نضيفه في الاخير. الرز ديالنا كيتشحر غير في الزويته اللي درناها، يعني ما كنزيدوش الماء نهائيا. دابا غادي نطفي البوطه باش غادي نكمل الباقي ديال المقادير. هنايا درت 7 بهارات اللي كيف قلت لكم غنخليها لكم في صندوق الوصف. نعناع يابس، القرفه، والبصل، وشويه ديال الملحه، وما نساوش بان درنا كنور، وحتى ورق العنب كيكون شويه شاد فيه الملحه. درت دبس الرمان وحركتهم حتى يتجانسوا العناصر مع بعضياتهم. عاد باش غنضيف باقي المقادير اللي هما المطيشه والمعدنوس. كل ما كترنا المعدنوس فيهم كل ما كيجي ولدادين. وصافي غنحركوهم مزيان، ما نساوش بان راه البوطه طافيه، يعني كنحركوهم غير مع بعضياتهم. ودابا غادي ندوزو باش غنعمرو الورق العنب ديالنا. هنا ورق العنب ديالنا بعد ما خديته مزيان وغسلته كيف ما قلت لكم كيكون فيه الملحه حيتاش كيكون ديجا مرقد فيها، وحيت له ديك الروياس ديالو، والعماره ديالي ها هي بردات. غادي ندوزو باش غادي نوريكم الطريقه باش غادي نلفو الورق ديال العنب. والطريقه سهله، يعني بحال اللي كنلفو لينام
كنحاولوا ما نضغطوش عليهم بزاف، لان الروز باقي غادي يزيد يطيب فيهم. ما نساوش بان الروز خضر، ما نزيروهمش باش ما تقطعش لينا الورقة ديال العنب. اي فوالا، يعني كيف ما كتشوفوا كنسدو الجوانب على جوج ديال الجهات. غادي نعاود معاكم وحيدة، كنتمنى تكون باينت ليكم. ومن بعد ما لويناهم كاملين، غادي نجيو غادي ناخدو بطاطا ونقطعوها على الكسرونة اللي غادي نطيبو فيها ورق العنب ديالنا باش ما يلصق ليناش. وغادي نستفوه كامل بهذه الطريقة حتى الأخير. ورق العنب ممكن تزيدوا عليه الكفتة، يعني تعمروه بالكفتة حتى هو كيجي رائع جدا. اي فوالا، ومن بعد ما كملنا التستاف ديال الورق العنب ديالنا في اللاطه، غادي ندوز في عفوا في الكاسرونه، غادي ندوزو باش غادي نردوه يطيب. غادي ناخدو ديك نصف ديال ضامات البنه اللي بقات وغادي نزيدوها عليه. ممكن نديرو كنا نديرو الماء ونخلطوه مع كنور ونمرقو بيه، ولكن انا ضفت لان بحال بحال درنا لي طخونش ديال الحامض والثومه صاينه. وغادي نزيد نص كويس ديال الماء وغادي نردو يطيب. نار تكون عاديه، من بعد ما غلى بحال هكا غادي ناخد اي حاجه باش تغطى على الورق العنب ديالي باش ما غاديش يتفتح. يعني ضروري تشدو بشي حاجه بحال هكا، يعني شي قفاله شي غلاقه ديال شي حاجه، ومن بعد نحطو عليها شي حاجه شويه ثقيله باش ملي يبدا يتبخ الورق العنب ديالنا ما يتحلش. وغادي نقصوا البوطه نهائيا تقريبا لمده نص ساعه، ومن بعد غادي نقلبوه ونشوفوا واش طاب ولا باقي. انا هنايا طاب على نص ساعه كيف ما كتشوفوا، صفيته من الماء. ومن بعد بحال هكا صراحه كيجي زوين ورائع. وكيف ما قلت لكم ممكن تزيدوا حتى الكفته، حتى هو كيجي لذيذ. اما بالنسبه للتبوله فانا خديت تقريبا علين كاس صغير ديال البرغل وكبيت عليه الماء دافي ماشي طايب، غير دافي شويه، وخليته لمده ديال 10 دقائق حتى يفزك. خديت 3 ربطات ديال المعدنوس من بعد ما غسلتهم ونقيتهم مزيان وخليتهم ينشفوا، خديتهم وقطعتهم بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا في الصوره، يعني رقاقين. وحيت لهم العود الغليظ كيف ما كتشوفوا هكا. من بعد ما قطعت الثلاثة ديال الربطات ديال المعدنوس ديالي، خديت جوج مطيشات كبار وقشرتهم، حيدت لهم الزريعة وزدتهم على المعدنوس. خديت البرغل من بعد ما صفيته من الماء ومن بعد ما فزك، غادي ناخد تقريبا كاس صغير ديال زيت الزيتون وغادي نضيفو عليها. ومن بعد غادي ناخد تقريبا علين نصف كاس ديال زيت ديال الحامض معصر والملحه، وغادي نخلطها مزيان. ممكن تضيفوا البصل حتى هو رقيق والنعناع حتى هي كتجي زوينه فيه. وهذا هو الشكل النهائي ديال التبوله ديالنا. اما بالنسبه للحمص، انا خديت لفه ديال الحمص سلقتها مزيان، عندي تقريبا ما يعادل كاس ديال طحينه عامر ديال العنبه، عندي شويه ديال الملح الحامض وجوج معالق عامرين ديال اليوغورت الطبيعي. غادي ناخذ الحمص واليوغورت والحامض وغادي نطحنهم مزيان في الخلاط كيف ما كتشوفوا معايا في الصوره. غادي نطحنهم مزيان حتى يرجعوا على شكل كريم، يعني الحمص يتطحن مزيان. وكيف ما شفتم بعد ما تطحن الحمص غادي نزيد عليه الكاس ديال الطحينه وغادي نبقى نخلطو مزيان، نخلطهم مزيان حتى يتجانس
الحمص مع الطحينة. اي فوالا، ومن بعد ما تخلط هكا غادي نزيد عليه شوية ديال الملحة وزيت الزيتون في الاخير، وهكا كيولي واجد. اما بالنسبه للمتبل فخديت جوج تنجالات غسلتهم وحطيتهم يتشوهو فوق البوطه، سواء فوق البوطه تشويهم او فوق الفاخر، بجوج كيجيو حسن. من بعد درتهم في كيس بلاستيك باش يعرقوا ويجوني ساهلين في التنقيه. من بعد ما نقيتهم وخليتهم يستقطروا خديتهم وبديت كندعكهم بحال هالطريقة الطريقه كيف ما كتشوفوا، باش نضيف عليهم عاد باقي المقادير. باقي المقادير اللي ضفت عليهم هما معلقه ديال الزيت بلديه عامره، 3 المعالق ديال اليوغورت، و3 المعالق ديال طحينه، وراس ديال الثومه محكوك، والملحه بطبيعه الحال. من بعد بديت كنخلطهم مزيان بالفوي او بالفورشيت اللي بغيتو حتى رجعوا بحال هذه الطريقه. اي فوالا، وهادو هما المقبلات الشرقيه ديالنا. كنتمنى يا ربي يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم. بغيت نقول شكرا للناس اللي ضافوا عندي جداد، وشكرا للناس القدام اللي كيساندوني، شكرا للتعاليق الجميله ديالكم. كنتمنى يا ربي نكون عند الحسن الظن ديالكم وما نخيبوش، وكنتمنى يا ربي يقدرني باش نزيد نعطيكم في هذه القناه. شكرا لكم، وما تنساوش ديما ابوني ولايك واشتراك، حيتاش فريمون محتاجه الاشتراكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه. شكرا، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.